هنا سوريا مساء الخير. S-300 و-S-400 لمن لا يعلم عن ماذا نتحدث، هي السلاح الخارق الذي لا يصد ولا يرد، فخر الصناعة الروسية الذي انصمد على أرضنا منذ عام 2015 آخذاً وضع المزهرية. سلاح متفرج صامت ومتابع ممتاز لجميع أنواع الطائرات والصواريخ التي مرت وضربت منذ ذلك الحين وحتى قبل ساعات، والموالون ينظرون بحسرة إلى الترسانة الروسية. لماذا لا ترد عنا كيد العدا؟ أم هي فقط لتحصين قواعد الكرملين في حميميم وطرطوس؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول من هنا سوريا. وفي محورنا الثاني، 9 مشافٍ خارج الخدمة في شهر واحد، لماذا يحقد الطيران الروسي على الفرق الطبية؟ وهل اقتربنا من دق ناقوس الخطر في إدلب وريفها؟ أهلا بكم. قصف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا للنظام وميليشيا حزب الله قرب مطار دمشق الدولي، وبث مركز الغوطة الإعلامي صورا تظهر انفجارات من جهة المطار وتصاعدا للنيران. مزيد من التفاصيل في تقرير هاني سباعي. يتذكر الجميع أنه في شهر تشرين الثاني لعام 2015 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة S-400 دخلت نطاق الخدمة في سوريا، ومن وقتها بدأت موسكو تطلق الوعيد لمن تسول نفسه تنفيذ اعتداءات على قوات النظام، حيث بدأ الخبراء العسكريون الروس يملؤون الدنيا ضجيجا حول القدرات الدفاعية للأنظمة الروسية الموجودة في قواعدها بسوريا. طائرات العدو الإسرائيلي تخترق المجال الجوي السوري. لكن هذا السيناريو أثار في قلب الموالين الحسرة. لماذا نصرح ونطبل بالحديث عن امتلاكنا أقوى منظومة دفاعية في المنطقة ولا نملك حق الدفاع عن أنفسنا؟ الجواب الذي غاب أو غيب عن موالي النظام هو جملة التفاهمات الإسرائيلية الروسية. الساعات الماضية حملت معها آخر ضربة إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة للنظام وميليشيا حزب الله، استهدفت محيط مطار دمشق. قيل أن الطيران الإسرائيلي استهدف فيها سربا عسكريا داخل المطار، فيما رجحت مصادر أخرى أن القصف كان بصواريخ بعيدة المدى. المهم أن النتيجة أصبحت 3 ضربات إسرائيلية خلال الأيام العشرة الماضية. من يعلم تفاصيل التفاهمات العسكرية الروسية الإسرائيلية يستطيع أن يفسر أنه مهما جلبت روسيا أنظمة متطورة إلى سوريا فلن تكون سوى لحماية قواعدها وعسكرها. فأصغر تفصيل في هذا التفاهم يقضي أن تكون الأجواء السورية مقسمة بين الطرفين، ما يعني أن روسيا سلمت عمليا حرية سلاح الجو الإسرائيلي لضرب أهداف تابعة للنظام أو قوافل أسلحة لحزب الله كما تريد، لكن بتنسيق مسبق معها. هامش الحرية الذي تتمتع به إسرائيل لضرب النظام وتنفيذ ما تراه مناسبا لصالحها يعني أن تعزيز الوجود العسكري الروسي لا طائل منه ما دام يمنع تفعيل منظومة الدفاع السورية التي حاولت في مرة سابقة الترويج لإسقاطها طائرة إسرائيلية، وبأن قواعد اللعبة قد تغيرت. ولكن هذه القواعد لم تنطلي على الأمريكيين عندما استهدفوا مطار الشعيرات، وكان الرد الروسي وقتها أن دفاعاتها الصاروخية لم ترد من باب الحكمة والهدوء. أما اليوم فلم تطيب موسكو خاطر السيادة الوطنية التي يتمتع بها النظام سوى بقليل من التنديدات والاستنكار، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة.
وضيوفنا لهذا المحور الكاتب والمعارض غسان المفلح معنا من زيوريخ، وأيضا المحلل العسكري هشام خريسات معنا من عمان، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الصحفي والكاتب أحمد المصري من لندن. أهلا بكم. أبدأ معك سيد أحمد، يعني صمت روسي على استهداف إسرائيل لمواقع النظام وحلفائه في محيط دمشق، على ماذا يدل هذا الصمت؟ نعم، مرحبا بك. يعني من الواضح أن كان هناك تفاهما روسيا إسرائيليا قبل أن تكون هذه الضربة. هذه الضربة أيضا جاءت عقب تصعيد من الجبهة الجنوبية، عند أيضا تصعيد كلامي من قبل الأردن، وبالتالي أيضا تحذيرات إسرائيلية سبقت عندما قال وزير خارجية إسرائيل إفيغدور ليبرمان أنه لن تسمح إسرائيل بإبقاء أي عناصر عسكرية إيرانية في سوريا بشكل دائم. نعم. وهناك اتفاق ولكن ضمني ما بين نعم. ما بين يعني الأطراف الإقليمية. نعم. لإخراج حزب الله وإخراج القوات الإيرانية من سوريا، من امتداد من الحدود الأردنية العراقية السورية من البوكمال. نعم. وحتى جاء إلى القنيطرة، هذه المنطقة محرمة. نعم. ولكن على الأرض الوضع مختلف سيد أحمد، يعني في المؤتمر الصحفي قبل أيام للجوبير ولافروف، يعني أعلن أن هناك تطمينات لحزب الله وإيران وأنهم حلفاء، ولكن اليوم نرى بأنه لا يوجد هناك أي رد. نعم، بالتالي هذا يدل أكثر على أن هناك تفاهما. يعني هذه المنظومة التي تحدثت فيها في التقرير الإس 400 قادرة على إسقاط أي صواريخ، سواء كانت بعيدة المدى أو قصيرة المدى أو حتى طائرات. نعم. ورأينا عندما تم تحريك الإس 300، عندما لم يكن هناك تفاهما حول الضربة الإسرائيلية السابقة، وسقطت بعض بقايا صواريخ في الأراضي الأردنية. نعم. حتى الشعارات قالت موسكو أنها أسقطت عددا منها في البحر، وتم استخدام منظومة الدفاع، وتم إبلاغ أصلا النظام السوري بإخراج بعض طائراته من مطار الشعارات، وبالتالي لم تكن ضربة يعني كبيرة. أنا أرى أن الهدف الأساس لإسرائيل هو إخراج حزب الله من المنطقة. اليوم نعم. إسرائيل صرحت أيضا أنها في الضربة السابقة تم استهداف مخازن لأسلحة كانت ذاهبة إلى حزب الله. نعم. الإبقاء هذا القوى، يعني صراع القوى بالمنطقة، لا يريد أن يحصل حزب الله على أي أسلحة نوعية. بنفس الوقت روسيا نفسها لن تسمح بأن يحصل، سواء كان النظام أو غيره. ثانيا، من يتحكم؟ يعني السؤال الأهم، من الذي يتحكم بالإس 400 في داخل سوريا؟ يعني هل النظام السوري هو نفسه من يتحكم بهذه المنظومة، أم أن الروس؟ الروس بالتالي يتم إبلاغهم، وقالوا أكثر من مرة الإسرائيليين أن نحن أبلغنا الأتراك، قالوا أيضا عندما يتم. يعني هل تقصد أن هذه الضربة التي طالت مطار دمشق هي بالتنسيق مع إسرائيل؟ بالتنسيق مع روسيا. إسرائيل نسقت مع روسيا. نعم. وقبل أن تقوم بهذه الضربة، ولذلك رأينا أن ردة الفعل الروسية. طيب ماذا دور النظام بهذه الحالة؟ يعني إسرائيل هي عدو أزلي. نعم، بالتالي النظام، يعني هو، يعني نحن نسمع هذا الكلام كل يوم عبر وسائل إعلام النظام السوري، لكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحين. يعني لم نرى أي قصف باتجاه، على الأقل يعني، من الأمم المتحدة، باعتبار سوريا دولة ذات سيادة، فمن حقها أن ترد وهي في حالة حرب مع إسرائيل. فلماذا لا تقوم بالرد؟ أو نعم. لماذا لا تأمر حتى الميليشيات التي تتبع للنظام بالرد على إسرائيل، حتى تقول يعني إذا أرادت أن تخرج من هذا الحرج فلتجعل واحدة من هذه الميليشيات الكثيرة أن تقوم هي بالرد على إسرائيل، وتقول سوريا دولة مستباحة. سيد أحمد، ولكن الآن يعني في خبر عاجل ورد بأن صواريخ باتريوت إسرائيلية تعترض يعني هدف جوي فوق مرتفعات الجولان، هل برأيك أن النظام كان يحاول الرد وإسرائيل صدت هذا الرد مرة أخرى، أم أنها تستهدف مواقع أخرى؟ ربما على ما أعتقد أن النظام ضاق درعا بهذه الانتهاكات التي تجري دائما، وأيضا ضاق درعا بالتعهدات الروسية التي لم تحترمها من الواضح. نعم. وبالتالي لن يستطيع أن يسيطر. سوريا مستباحة من الجميع،
يعني هناك الجيش العاشر هو الجيش السوري يعني سوريا. سأنتقل إلى ضيفي غسان المفلح الكاتب والمعارض من زيورخ. سيد غسان، يعني على ما يبدو أن إسرائيل تستهدف خروج حزب الله من المنطقة وبالتنسيق مع روسيا، كيف ترى هذا ما يجري الآن؟ يعني اولا في نقاط لازم تكون واضحه. الايرانيين وحزب الله دخلوا مع الروس ايضا. نعم. يعني دخلوا بموافقه اسرائيليه. صحيح، دخلوا بموافقه اسرائيليه. هنالك على صعيد الطيران هنالك يعني تنسيق في قواعد الاشتباك كما يقال. اسرائيل لديها الحريه الكامله قبل ان تسمح للروس وبعد ان سمحت للروس بالدخول. يعني الروس ما كان ممكن، وهذا يذكرنا أيضا بدخول حافظ أسد إلى لبنان، لولا موافقة إسرائيل لما دخل حافظ أسد إلى لبنان، وبالتالي يعاد السيناريو هنا لكن بطريقة أخرى وبقوة أخرى من جديد. على هذا الأساس يمكن أن نفهم الموقف الروسي والموقف الإسرائيلي. يعني إعادة الحديث عن أن روسيا يمكن أن تقوم بإجراء أو ما شابه هذا امر يعني غير وارد على الاطلاق. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى بالنسبه لحزب الله، اسرائيل تتعامل مع 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 الاسد منذ الاسد الاب والاسد الحالي ومع حزب الله ومع كل يعني هذا المحور بحذاء مطاطي، يعني لا 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 تخنقه ولا تتركه يرفع راسه. هنالك حدود مرسومه، حدود اسرائيليه مرسومه لهذا المحور، وبالتالي أي تجاوز حتى ولو على مستوى تسليح إسرائيل ستضرب، هذا لا شك فيه. نعم. تفضلي. نعم، سأنتقل إلى الضيف هشام خريسات. يعني في ظل كل هذه التفاهمات القائمة بين إسرائيل وبين روسيا، في ظل ما ذكره ضيفي، يعني ما هدف وجود هذه المنظومة الدفاعية S-300 وS-400 في سوريا؟ سيدتي، ليس هنالك تفاهمات وليس هنالك تنسيق مع إسرائيل. الذي يحدث الآن هو إملاءات إسرائيلية على روسيا. اليوم ونحن نتابع عن كثب مؤتمر الدفاع الذي عقد في موسكو، وبالأمس كانت ميزانية الدفاع التي أنفقت عام 2016 كانت للروس 59 مليار ونيف، يعني 60 مليار. نعم. إسرائيل ميزانية الدفاع لديها 132 مليار. إذا تتكلمين عن دولة وجدت لكي تكون. أود أن أشير لك، قد يعني يصدق ضيفك من زيورخ وقد لا يصدق، بأن الطائرات الإسرائيلية عندما تخرج على جناحيها اليمين واليسار صاروخ يدعى شرايك. هناك رادارات، الرادار السيرش أو الباحث يبحث، لكن هناك رادار يدعى الهاي باور وهو رادار التتبع، وعلى جانبي الطائرات الإسرائيلية بالكامل وصواريخ التوماهوك جهاز يقول له أنت لوك أون، يعني متابع الآن، قفل يعني أنت تنتظر الآن صاروخ. يخرج صاروخ الشرايك مباشرة على مركز التردد الرادار ويحطمه حتى لو كان على بعد 100 كيلو. وحتى هذه اللحظة لم ينطلق أي صاروخ من هذه الصواريخ، لأنه يحرر ما أن تنطلق من القواعد الإسرائيلية حتى يحرر. لماذا؟ لأن النظام لديه توجيهات من روسيا بأنكم يجب أن تطفئوا الرادارات، رادارات الهاي باور، لأن الصواريخ ستخرج تلقائيا، أوتو بايلوت، طيار آلي. النقطة الأخرى، صواريخ التوماهوك كان عليها قرون استشعار، أبلغوهم قبل ساعتين، قالوا لهم بأننا ستخرج الصواريخ التوماهوك، صاروخ التوماهوك معدل وسلم في نهاية عام 2015، هذا الصاروخ به قرون استشعار، ما أن يصبح عليه لوك يتم يترك هدفه ويتتبع قاعدة حميميم. قام الروس حتى يتجنبوا شر هذه الصواريخ وأن لا يقعوا في مشكلة كبرى مع الولايات المتحدة، لأنهم لا قبل لهم عسكريا فيها على الأرض السورية، قاموا بإطفاء الهاي باورات. الروس حتى قاعدة حميميم لا يستطيعون حمايتها. وأقول لك ببساطة، هذا الصاروخ يستطيع أن يتسلق على بعد 5 متر عن الأرض، فإذا وجد مبنى يرتفع معه وعندما يذهب المبنى ينخفض معه، وبالتالي هو متسلق. الرادارات S-400 لا تستطيع اكتشاف إلا الطائرات أو الصواريخ ستيلث أو الشبحية على بعد 100 متر. الولايات المتحدة وإسرائيل قادرة على تدمير منظومة S-400 بظرف أقصاه 30 دقيقة، هي لا تحتاج كل هاي باور منها إلى صاروخ. لذلك الروس يتحاشون الاصطدام عسكريا مع الولايات المتحدة. نعم. النقطة الأخرى،
يجب أن نعلم بأن الطائرات الإسرائيلية هي طائرات من الجيل الخامس. تخيلي، الأمريكان كانوا أكثر ديمقراطية من الإسرائيليين، قالوا لهم قبل ساعتين سنضرب، لم يجدوا إلا 3 طيارين يستطيعون الطيران بالليل، نظام كامل لا يستطيع أن يطير فيه إلا 3 طيارين. وبإمكانك أن تسأل الأخوة الطيارين العمداء الذين نستضيفهم كل يوم، إسرائيل ماذا قالت لهم بالأمس؟ قالت للروس انتظر، الآن لدينا هدف بعد 40 دقيقة، لم يحددوا الهدف. الطيران السوري الروسي الذي كان في الجو أخذ الأرض، نزل على الأرض مباشرة لأنه لا قبل له بالاصطدام. والنقطة الأخرى بأن الطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية لا تظهر على شاشات الرادار لأنهم يزودونها بمنظومة إلكترونية. والذي والعجيب والذي يعني يثير الضحك والسخرية أن هذا بوتين أول أمس حضر إقلاعا وهبوطا لطائرة تدعى MiG-35 وقال بأنها طائرة من الجيل الخامس. سيدتي، الجيل الخامس لا يوجد في روسيا طائرة الجيل الخامس. الجيل الخامس هو الذي يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي الصارمة، أقلها أن جميع الدول الوحيدة في العالم التي تصنع طائرات مقاتلة من الفولاذ هي روسيا. الآن أصبح الطائرات المقاتلة الأمريكية، طائرة التايفون، طائرة الرافال، طائرة اليورو فايتر، كلها مصنوعة من ألياف الكربون، وبالتالي تجدين أن وزنها 18 طن وتحمل 12 طن. طائرة السيخوي 35 التي أقاموا الدنيا وأقعدوها وزنها 41 طن فولاذ وتحمل حوالي 8 طن. والمنظومة التكنولوجية محطمة، لا تنظري إلى الطائرة بهيكلها وأجنحتها، هي طائرات خارج الزمن، ولا يوجد مقارنة بين الجيش الإسرائيلي ولا الجيش الروسي ولا جيش النظام. والنقطة الأخرى إذا سمعتي فعلا أنه خرج اليوم صاروخ. نعم، سأنتقل إلى سيد أحمد. يعني بناء على ما ذكره السيد هشام، نفهم أن أنظمة الدفاع الجوية في سوريا معطلة يعني وممنوعة من الاستخدام، وبهذا ننفي بأنهم استهدفوا طائرة سابقا، طائرة إسرائيلية. يعني من الواضح أن ضيفك العزيز معجب جدا بالقوة الإسرائيلية ويروج لها، لكن أنا دعيني يعني هو ليس موضوع أرضي. ترويج يعني هو أدوات عسكرية متواجدة، أدوات عسكرية لا أعرف من أين يستقي ضيفتي معلوماته. معروف أن القوى الروسية، يعني نحن لا نستهين بالقوى الروسية عندما نقوم بتحليل المعلومات وتحليل ما يصلنا. الاس 400 مثبتة يعني، وإلا لما كانت حاربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إيران لعدم الحصول عليها. يعني سيد أحمد، هنا بالمختصر نرى أن فعلا يعني على بحسب الوقائع على الأرض أنظمة الدفاع الجوية السورية على الأرض لا تعمل. سيدتي العزيزة، هذا يثبت أن تم إطفائها، وإلا كانت هذه الصواريخ سقطت. الصواريخ الأمريكية نفسها توما هوك التي تم إطلاقها من عرض البحر تم إسقاط 22 صاروخ أو أكثر. وباعتراف الأمريكان أنفسهم أنها يعني نظام ممنوع من الرد. سيد أحمد، ليس ممنوعا من الرصد سيدتي، ولكن أين هي الردود سيد أحمد إذن؟ حتى تقوم إسرائيل بهذه الضربة، وهذا ما يثبت حديثنا في البداية أن هناك تفاهما إسرائيليا روسيا على هذا الموضوع. الاجتماع الذي موجود لرؤساء الأركان في موسكو كان موجود رئيس الأركان الإسرائيلي، يعني أثناء الضربة كان موجودا في موسكو، وليس أنه عندما تمت هذه الضربة على سوريا. لكنني أقول لك أن ربما النظام الآن سيسمح لبعض ميليشياته الخروج عن قواعد الاشتباك المتفق عليها في داخل سوريا. هذه دول إقليمية وليست لعبة ميليشيات ولا جماعات مسلحة أو قصة لها علاقة بالمعارضة أو بالنظام. هذه تفاهمات دولية يتم التوقيع عليها. روسيا دولة عظمى ودولة قوية موجودة بالمنطقة، هي من تسيطر على الجو في سوريا، وبالتالي أي تحرك هناك حتى الأمريكان عندما يقوموا بالطيران يجب أن يبلغوا الأمريكان الروس بأننا سوف نقوم بالطيران. يعني من باب الأخذ بالعلم. سأنتقل إلى سيد غسان. نعم، رأينا ضربة تشعيرات سيد أحمد، ويعني هي كانت فقط الأخذ. ماذا حققت ضربة تشعيرات؟ يعني ضربة تشعيرات شهدناها جميعا. أنتقل إلى سيد غسان. سيد غسان، يعني بناء على ما يقول السيد أحمد المصري بأن هناك تفاهمات وأن النظام ليس ممنوع من الرد، كيف تعلق؟ يعني النظام أكيد ما له ممنوع من الرد، في رد طبعا، بس هو لا يعني ما بده ولا يستطيع، يعني من زاوية موضوعية أيضا لا يستطيع الرد لأنه لا يمتلك القدرة على الرد. وهذا الأمر ليس جديدا، يعني النظام السوري يستخدم حالة اللا حرب واللا سلم مع إسرائيل من أجل بقائه في السلطة. يعني هذه
هذا هو السبب الأكثر جوهرية في بقاء الأسد وبقاء عائلة الأسد منذ 5 عقود في السلطة، هو حالة لا حرب ولا سلم المصاغة مع إسرائيل وتفاصيلها التي يعني بات الجميع الآن يعرفها وباتت مكشوفة للجميع، ولا أحد يعني حتى الإسرائيليين يصرحون بذلك علنا، يعني حتى اللحظات الأخيرة الإسرائيليين ليسوا في وارد رفع الغطاء عن الأسد. لهذا نجد الأمريكان يعني أحيانا يميلون هنا وأحيانا يميلون هناك، لأن هنالك فعلا في يعني ضغط إسرائيلي من أجل هذه القضية. لذلك أعود إلى قضية الضربة، يعني الروس ما كان ممكن أن يتصرفوا، ولا الإيرانيين ولا حزب الله أيضا ما كان ممكن أن يتصرفوا بهذه الحرية لولا غطاء إسرائيلي أمريكي واضح. هذا أمر يتفق عليه الجميع، يعني في حتى الأوروبيين في تصريحاتهم سواء الفرنسيين أو حتى البريطانيين يلمحون دوما على هذا الغطاء الأمريكي لهذه الميليشيات ولهذه القوى الإرهابية. وبالتالي يعني الحديث عن قواعد الاشتباك هذا أمر منتهي، مجرد إسرائيل أن تعلم الروس فقط أنها ستدخل الأجواء السورية هذا كافي لكي لا يستطيع الروس أن يردوا، وأن كانوا يمتلكون يعني سلاح. وأنا لا أتفق مع الأخ هشام يعني في رؤيته لهذه المسألة. هنالك طبعا قدرة عسكرية روسية قادرة على الرد على الطائرات الإسرائيلية، ولكن هذا أمر منتهي سياسيا، يعني لا مجال للروس أن يردوا في هذا المجال. أما بالنسبة للأسد، الأسد يدرك أن هنالك حدود ويجب عليه عدم تجاوزها. 2، أريد أن أشير على نقطة جوهرية، يعني الإيرانيين وجماعة حزب الله وبعض يعني المحسوبين على إيران يتهمون النظام بإعطاء الإحداثيات للطائرات الإسرائيلية. يعني هذه المسألة باتت الآن أكثر يعني أكثر وضوحا في إعلام حزب الله وتصريحات بعض المسؤولين في إيران وحزب الله. لذلك أعتقد أن هذه المسألة منتهية، يعني نحن نتحدث عن حدود فقط، عن تجاوز حدود بحدود محددة، هذا مرفوض إسرائيليا، وإسرائيل تضرب بناء على هذه المعطيات على تجاوز الحدود وليس على تغيير جوهري للعبة في سوريا. نعم سيد هشام، هل كان من المفترض بإدخال منظومة الدفاع الجوية S-300 وS-400 أنه تغير من موازين القوة على الأرض، أو ما كان الهدف من إدخاله؟ أول معروف أن روسيا من البلشفية وحتى اليوم هم يستعرضون عضلاتهم. أولا يجب أن نعلم بأن الروس هم أسياد في التخلي عن زعمائهم أو الذين ساندوهم. انظري، تخلوا عن صدام حسين، تخلوا عن علي عبد الله صالح، تخلوا عن معمر القذافي، تخلوا عن أيضا خرجوا من الجزائر. هم يعني إذا كان ضيفك يستند على الروس بأنهم قوة عسكرية كبيرة، فأنا أطمنه بأنهم ليسوا قوة عسكرية كبيرة. باختصار شديد، أنا لست أروج هنا للسلاح توماهوك، أو الأمريكان ليسوا بانتظار أن أروج أو لم أروج هنا. لا يوجد مقارنة، روسيا دولة كبيرة ولكنها ليست ندا للولايات المتحدة. عندما أقول لك بأن صاروخ التوماهوك صاروخ استلثي، هذا الصاروخ يتسلق على 5 أمتار أو 10 أمتار، لا يوجد رادار. حتى بوتين بإمكان ضيفك أن يتوجه له ويسأله، يقول له منظومة الرادار وهي موجودة باللغة الإنجليزية واللغة العربية، هل تستطيع أدنى هدف كم؟ يقول لك 100 متر. الصاروخ يأتي على الرادار على بعد 10 متر 15 متر، لا يراه. إذا تفاجأ فيه لا يراه. هذه القصة، الصاروخ هذا متسلل عند أشعة الرادار، أمواج كهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء وتردد عن الأهداف، هي لا تستطيع. النقطة الأخرى، ونحن هنا على الهواء، اسألوا الآن في المنطقة الجنوبية، قولوا لماذا إسرائيل الآن تقوم بتجريف الأشجار في المنطقة الجنوبية؟ أنا أقول لك الجواب، الآن يوجد 3500 إرهابي من حزب الله. أمرتم إيران بالتعرض أمام إسرائيل، إسرائيل تملك 54,000 جندي، المنطقة الشمالية، وأنا متخصص في الشأن الإسرائيلي، لديها الفرقة المدرعة 36، ولديها الفرقة المدرعة 140، ولديها الفرقة المدرعة 246، ولديها اللواء جولاني، ولديها اللواء المدرع 188، 54,000 جندي إيران لتخفف ضغط ترامب عنها، ستورط سوريا. الآن سيتم اجتياح 37 كيلومتر
عسكريا، وسيتم تدمير المدرج رقم واحد بمطار رفيق الحريري ولا قبل لهم فيه. لذلك لا يوجد مقارنة، الروس هنا منكفين على أنفسهم ولا يستطيع استخدام سلاحهم. أعذرني لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك المحلل العسكري هشام خريسات، كنت معنا من عمان. وأيضا شكرا جزيلا لغسان المفلح الكاتب والمعارض، كان معنا من زيورخ. وشكر موصول إلى الكاتب والصحفي أحمد المصري، كان معنا من لندن. هنا سوريا مستمر ونتابع فيه بعد الفاصل. تسعة مشافٍ خارج الخدمة في شهر واحد، هل اقتربنا من دق ناقوس الخطر في إدلب وريفها؟